هزت 5 انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف، حيث سمع دويها قرب محطة للطاقة شمال المدينة بحسب ما أفاد رئيس البلدية. وقال كييف فيتالي كيليتشكو إن توقيت الانفجارات كان متقاربا ما بين 3 إلى 5 دقائق. وأضاف رئيس بلدية العاصمة إن الجسور في المدينة وضعت تحت حماية وسيطرة خاصة مع اقتراب القوات الروسية، في حين أقيمت نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية وقرب المواقع الاستراتيجية بالمدينة.